هنا افطرت برمضان المفروض تجي مشاهدات. السلام عليكم. تفضل. يا هلا. هلا والله كيف الحال؟ شو اخبارك؟ هلا والله الحمد لله. كيف تمام؟ صانع محتوى عندنا في بي بي بي. تفضل. ابشر ابشر حبيبي. كيف الشركه اليوم؟ والله ممتازه. اخبارك كبير؟ والله الحمد لله. انت اخبارك؟ العافيه. الحمد لله تمام. شو احنا ايش بنعمل؟ نبغى نطلع فلوس. هذا الزبده. احنا نبغى نصير مليونيرين. صح ولا لا؟ والله معك حق صراحه. طيب يلا. ايش نسوي؟ عمر ايش سويت بالنسبه للمباريات؟ ريان؟ ريان هسه في شغله لما طلع احسن. خلينا نشوف اذا لا هدول المشاريع مختلفه. اكسبريس هذا ايجنسي. هلا حياتي 3 2 يعني عشان الحلال الحرام. يا بسمع البعجة ستاكت جرب. شو ستاكت؟ يعمل اعلان. على فكره انا مش صاحب المحل. معي مصاري كمان. نحكي مع صاحب. شفت الشغل بستاكت؟ بخزي ضحك علي. اعطاني مطعم فاضي والبلاط مكسر وحالته حاله. يا رجال هذه البدايات. اسمع يمدينا نضبط الوضع. بدايات مين يا شيخ؟ صار لهم معلومة سنتين. احنا بنغير. احنا جايين نغير. احنا بي 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 تغيير لكل شيء. حتى نجي نغير حياتنا. بي 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 تغيير لكل شيء. كيف يعني؟ جماعة خير. بي 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 معناتها تغيير لكل شيء. احنا ليش وقعنا معك؟ ذكرني بس. عشان نصير اغني. يعني ايش تبغى اسوي قدام؟ تبغى نصور، تبغى نطلع من طياره، تبغى نجيب فلوس، تبغى نفتح محل، تبغى نسوي اعلان، كل شيء. شو وقع معه؟ انا شو مستفيد من هاي الكلام؟ انا احنا راح نصير ناخذ منه ولا ايش؟ راح نضبطه. كان توقيعنا مع ريان عشان نشتغل بزنس واعلانات ودعايات. يعني ناخذ نسبه؟ ناخذ نسبه؟ بدون ما ناخذ نسبه؟ مش فاهم. لا ما راح ناخذ. انت خليط؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ريان صراحه انا ما بعرف احنا ليش ايش بتحب نعمل لك. يعني احنا شركه بيج بوم بس نقدر نعمل كل شيء. نسوي مطعمين. طب انت صانع؟ انت يوتيوبر؟ ايوه يوتيوبر مجنون. طب شو هدفك؟ هدفي انه خلي الناس تبتسم. يعني انت زعلان اوف والله ابغى اضحك، خليني ادخل عند ريان شديد يبتسم واخذ صدقه. يا سلام انا كذا. طب هدفك من وين لسالي؟ هنا يعني نبغى نوصل مليون مشترك. نبغى نوصل مليون مشترك. اوكي هذا هدف منطقي. وشيء ثاني يعني نبغى نصير عالمين. شفت مستر بيست؟ نبغى نطقطق عليه نجي يقول ابغى اصور معاكم، دخلوني الشركه يرحم امكم. ماشي. يعني زي كذا. ايوه. السلام عليكم. ايش؟ ما الو؟ بدي يصير مستر بيست. خير العقد. ولا ايش صار؟ انضغط؟ الله يحفظك. الله يحفظك مستر بيست. انا يعطيكم العافيه. مع السلامه. من هون مفتوح. انا طالع. ما مع السلامه مستر بيست. مع السلامه. مع السلامه يا انا. انطردوني. ما في مشاكل. حبيبي مع السلامه. السلام عليكم. عادي ادخل ثاني مره؟ صدقني. شكرا يعطيكم العافيه. ما راح اخلف بالوعد وراح نغير الدنيا. حنصير احسن شركه بالتاريخ وبالعالم. اعطيني فرصه صدقني. خلينا نحكي مع ناجي ونشوف. شوف ناجي صدقني انا صانع محتوى مو طبيعي مجنون. يسموني ريان شديد. جيب لكم مقطع جديد. مين؟ يعني شوف فكروا والله صدقوني انا قدام. ايش رايك؟ هو عامل لك امتحان نشوف عندك افكار. عندي فكره يعني لناس. اسمع تبغوا تسوي اعلان صح؟ آه. مطعم ستاك. ناخذ البرجر نطير بطياره واحنا نازلين الطياره ناكله وتكون كذا مطلوع. بنجح المقطع. ايش قاعد تسوي؟ هلا والله. كيفك يا مدير؟ سماعاتي بس. سماعاتك. شو الاخبار؟ والله الحمد لله. طيب اسمع. ايوه. الشبكة على طول. طيب ايش 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 كيف بقدر اساعدك؟ عن جد احكي. نزل المقطع وصل 100,000 مشترك، بدل مليون مشترك. طيب انا بعمل لك تحدي. ايوه. الاسبوع الجاي بدك ترجع لي بريل. عليه 200,000 مشاهدة. كيف اسوي هذه؟
مش انت اقوى صانع محتوى؟ ايوه طيب الاسبوع الجاي تيجي لي معاك ريل عليه 200,000 مشاهده. ريل 200,000 مشاهده؟ نعم. انستغرام وتيك توك كله ولا مكان واحد؟ انستغرام تيك توك شورت جريده انت اللي بدك اياه. خلاص انا بدي الاسبوع الجاي ريل. انا بقدرش اساعدك اكثر من هيك، بحط لك تحديات. ايوه اذا بتيجي لي الاسبوع الجاي بريل عليه 200,000 مشاهده راح اطلب الاسبوع اللي بعده 500,000. اوكي راح اطلب الاسبوع اللي بعده 1,000,000. طيب وهيك راح تكبر. والله فكره، بس هو كيف حتيجي 200,000 مشاهده؟ هلا هو بصراحه شخصيته راح سفاح الولد ماشي. بعدين عنده كميه اصرار اصرار وعنده اصرار للصبح. تمام. ما هو انت اسمع ككرييتيف يعني مفروض كونتنت كرييتر يكون عندك ابداع من بيت. سويت ابداع. اه سويت السلسله اللي وصلت لقرش ابو فله، اروح العقبه ماشي. تروح تمام معنا بس حمل مي غير القناه الصغيره. شباب اكتبوا له تحدي لريان بالكومنتات على ما نلاقي له تحدي احنا كمان. جماعه الخير، ريان حاب انه ينضم لبي بي بي عشان نساعده بصناعه المحتوى. انتوا اكتبوا التحدي المناسب اللي بيشفع لريان انه نقدر احنا نستثمر معاه وقت وطاقه عشان هو جد حابب وعنده اصرار مو طبيعي. يعني هذاك اليوم بيقول لي انا بدي اترك المدرسه. انا طبعا قلت له لا اوعك تترك المدرسه، شو عم تحكي؟ المدرسه ممتازه اكيد احسن شيء بالعالم، احسن شيء. وبعدين بيعلموك كيف تتعامل مع الحياه. اكيد ما بيعلموك اشياء ما بتحتاجها. اكيد هذا اكثر شيء صدقت فيه وخاصه في الاردن. وزارة التربيه والتعليم ماشي شو عن جد كل الشعب مرتاح ماديا الحمد لله. يلا عندهم خلاص خلاص بدك تستنى الكومنت. استنى الكومنت شباب اكتبوا كومنتات، نبغى احسن شيء نسويه. اسمع هذا الانستغرام، شوف هذا كل شوف حتى في واحد جاهز لسه ما نزل. هو كله نفس الريل يا اخوي. لا هو اجزاء فهمت. ايوه ما عندك اي شيء عليه فوق ال 100,000 ولا شيء. اكثر شيء وصل 11,000 خبز اسمر. صوت مش واضح. هنا افطرت برمضان المفروض تجيب مشاهدات. ما جاب مشاهدات. شو كان شو عمل؟ قولهم عن الشيء المجنون اللي سويته هون. كنت مسوي مقطع طبخ من ذكاء اصطناعي، فانا صبيت العصير لاني صايم المفروض ما اشربه، رحت شربته كامل وافطرت. هذا غباء اصطناعي. يعني انا بالغلط. والله نار يا جماعه، هاي تحديات مستر بيست، تحدي افطرنا في رمضان. والله كفو ماشي يلا يعطيك العافيه. من الباب شكرا، يعطيكم العافيه. السلام عليكم.